انت وصديقك تدخلون على امك وتعلمكم الغسل؟ غير ام هاي هاي ما هاي يا معود تفكني تفكني تدخلون على امهاتكم فتح لك حمام ايش فيك انت؟ فاتحين حمام احنا؟ كل واحد يجيب صديقه ويدخلون؟ ما وجد بحديث بصحيح البخاري كله صحيح. والاحاديث اللي تكلم عليها امر النبي عليه الصلاه والسلام للام المؤمنين عائشه ان تعلم الناس، نعم هذا حكم شرعي وهي تريد تعلم الناس وكانت تدخل انت الغسل هي علمت اخوها، بس انتم نيتكم عاطله ايش نسوي لكم؟ استاذ قديم رد علي رد علي، من هو اخو عائشه اللي كانت تعلم الغسل؟ من هو؟ ومن الشخص اللي وياه؟ منهم منهم ارد عليك يا سيد ميسان اعطيني اسماءهم اعطيني اسماءهم من هما لكم النصارى يباشرون النصارى انتم النصارى اترك انت الان تورطت وما حد راح يخلصك يعني والله تورطت الان قلت هذا اللي دخل اللي كانت تتعلم عائشه كان اخو عائشه هم اللي دخلوا اثنين منهما وشنو علاقتهم بعائشة وتكشف نفسها قدامهم كما يقول القاضي عياض كان يرى عملها في أعالي جسدها أعالي يعني نص الرأس اللي فوق مما يحل للمحرم النظر إليه منهم هذول أعوذ بالله منهما بسرعة بسرعة منهما وكيف جاز لهما أن ينظروا إلى عائشة من الصرة ولي فوق من هما هؤلاء الاثنين؟ يلا بسرعة مو حديث صحيح البخاري بس إيه عائشة صحيح البخاري وارد عليك وباشرني وأنا حائض يلا بسرعة رضوع الكبير كل الأشياء كلها لا لا ما أريد رضاع الكبير أريد هذا الغسل جاوبنا عليه يلا بسرعة شنو غسل يعني هي تعلم الناس يغسلون اي تعلمهم ومكشوف بس تحت السره مستور وفوق السره مكشوف اعوذ بالله لا سيد لا اعوذ بالله يلا ارجوك الان انت دخلت في حفره هاي الحفره ما تطلع منها الا ان تعتذر امام المشاهدين قل ما عندي علم يعني هو أخوها وتعلمه شنو المشكلة؟ أخوها طايح له أخوها هو في الرواية يقول دخلت أنا هذا المتكلم يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة طيب هو إذا كان أريد أعرفه منه هو هذا اللي يقول دخلت وهس هذا أخو عائشة هذا الثاني شنو صلته بعائشة ويدخل ويشاهد على السينما أمامه أكو حجاب أخواني شوف خلي صوركم الحالة حجاب بينها وبينهم هذا الحجاب ايش طالع منه السيدة عائشة واقفة وحاشا لرسول الله حاشا لعائشة أنا أقول وطاهر لكن هؤلاء مع احترامي المشاهدين مع احترامي لإخواننا السنة أقول الذي نقل هذا الحديث هو نجس هو عرضة غير طاهر عائشة واقفة أصوركم الحالة عائشة واقفة وأكو حجاب الحجاب يستر عائشة من الصرة ولي تحت من الصرة ولي فوق عائشة طالعة شو تسوي تراويهم الغسل تجيب الماي تكبه على راسها من فوق تقول لهم هكذا غسلوا رسول الله وتكبه على هاي الصفحه اليمنى وتكبه على هاي الصفحه اليسرى صوت وصوره هذا اللي صور زوجة النبي بهاي الصوره امام اخوها هذا خلينا على جهه حتى امام اخوها من الرضاعه سيد من اخوها ماشي لا 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 لا, لا تبوق الاسئله أنا هذا أخوها مطيحة لكم حتى ما أطول بالكلام ما أريد أطول بالكلام هذا أخوها هذا اللي وياه أخوها اللي مع أخوها من هو مو ذاكر الحديث من هو الأخ بس لكن ذاكر صحيح مسلم أنه أخوها ماشي أخوها هو الراوي نفسه يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة هذا الراوي شنو صلته بعائشة ونشوف هذا اسمع لا تقاطع هذا يا أبا أديب كن أديب لأنه دينك ما يسعفك الراوي من هو الذي يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة وشاهدوا الفيلم الهندي صورة وصوت شنو علاقة بعائشة هذا المتكلم الراوي من هو حدثنا عبد الصمد حدثنا شو
شعيب هذا هو الحديث عن أبو بكر ابن حفص. سمعت أبا سلمة هذا هو الحديث. أبا سلمة من هو؟ أبا سلمة من هو؟ شنو علاقة بعائشة أبو سلمة؟ شلون يشوف عائشة عريانة أبو سلمة؟ من هو؟ يا سيد منتم الحديث عن 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 هو سمعوا اتوارثوا منهم يعني أنت اليوم لما لا 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 أطلع الحديث على الشاشة أمام الناس. يا رجل اسمعني أبو أديب أبو أديب القرآن شوف إذا تعاند وياي إذا اسمعني إذا تعاند وياي ما عاند لا لا بس مرة خصتك مرة خصتك أرجوك اسمع مني هاي الكلمة والله لمصلحتك. أنا جاي أتكلم وياك بلطف وما جاي أوصلها وياك للعظم. خليك وياي أسلوب وخليك وياي ريلاكس وبراحتك تتكلم وأنا جاي أتكلم براحتك. اسمعني 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 والله العظيم إذا ظل تلف وتلور الدور والقرآن الليلة ما خليك تنام. أتكلم وياك كلام ما سامعه. سؤالي لك الراوي أبو سلمة شنو صلة رحمة بعائشة ويتنوع لها فيلم هندي صورة وصوت عريانة؟ شنو هذا؟ شنو علاقته؟ ابن أبو بكر هذا أخو أبو بكر شنو علاقته المحرمية بعائشة الراوي أبو سلمة؟ سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وآله فدعت بإناء وراوتهم الفيلم الهندي. هذا القاعد وي أخوها شنو شنو علاقته بالموضوع؟ جاوب تفضل. هو هو كان مع أخوها لأم المؤمنين عائشة وعلمتهم الغسل. أين إيه هو شنو هذا؟ من هو؟ شنو صلة رحمة بعائشة؟ أخوها أمه؟ إيه؟ شوف لحظة أنت الآن بس خليني أبين لك يا سيد ميسم أنت أنت مشكلكم الشيعة تأخذون النية العاطية مباشرة. أنا أبو أديب أبو أديب أرجوك أرجوك قبل لا تشرح حتى المشاهدين يفهمون أنا أريد أوضح الصورة للمشاهد. قبل أن تشرح لي قل للمشاهد هذا الرجل الذي دخل مع أخو عائشة على عائشة وشاهد عائشة عريانة شنو صلة رحمة بعائشة؟ أبوها وين قال شهادة عريانة؟ ورجيني بالحديث قال عريانة. أنا أقول لك أنا أقول لك وين قال إنها عريانة. أنا قلت قرأت الرواية في صحيح البخاري وقلت إنهما رأياها عريانة. من قال؟ قال الشارح ابن حجر العسقلاني ينقل كلام القاضي عياض قال ظاهره إنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي بدنها مما يحل للمحرم النظر إليه النظر إليه. أحسن بارك الله فيك. المحرم الآن المحرم إيش أي. إيش ينظر من 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 والله أقبل جبينك أنا أعمى وأنت تدليني يلا ماشي. هذولا هذولا محرم دول اثنين هم محرم. أول واحد أخوها فهمناه محرم بس أخوها بس أخوها مو أخوها ما قال الاثنين. لا 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 مما يحل ظاهره إنهما قد رأيا الاثنين عملها اثنينهم في رأسها وأعالي بدنها مما يحل للمحرم النظر إليه. هذا أخوها محرم. الثاني شنو علاقته؟ شلون محرم الثاني؟ حلو كثير حرج سيد ميسم اعطيني اعطيني سند لكلام القاضي عياض تفضل. هنا ابن حجر في فتح الباري هو القاضي عياض هو ابن حجر هو الذي نقله شارح الحديث ابن حجر ابن حجر اعطيك اياه الان اعطيك اياه من فتح الباري شرح صحيح البخاري الان امامك على الشاشه وطلعك هذا فتح الباري شرح صحيح البخاري الآن هذا أمامك على الشاشة طلع الشاشة حتى شوفوا الشاشة أمامك هذا صحيح البخاري إخواني على الشاشة مشاهدين الكرام دخل. الآن قلت أنتم ما تفهمون في الكتب أنا راح أقرأ وأنت اشرح للمشاهدين شنو القضية إخواني هذا فتح الباري من حجر العسقلاني يقول قوله وبيننا وبينها جاب قال القاضي عياض ظاهره إنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها. أعوذ بالله أعوذ
أعوذ. أعطيني كلام القاضي عياض سيد ميتم. عمر بن حجر القاضي عياض ليس ما يحتاج إلى سند، كتبه منتشرة يا رجل، شروحه منتشرة، شروحه منتشرة، اقرأ كتب القاضي عياض موجودة، هو ينقل من كتابه. ما عندك سند سيد ميتم، ما عندك سند، ما عندك سند، ولك ينقل من كتابه، شنو سند؟ كتب عندك قاضي عياض، اعطيني بخاري، رجل شارح للحديث، هو كان معاصر لعائشة، هو كان معاصر. لا حول ولا قوة الا اخي، هو يشرح مثل ما ابن حجر يشرح، هو يشرح إيه، يشرح عنده سند لهذا الكلام. راح اعطيك السند، اسمع اخي العزيز. اولا القاضي عياض ايش يقول لك؟ يقول لك انه ابن حجر كذلك، يقول لك لانه اذا كان بينها وبينهم حجاب لا يشوفونها ولا تشوفهم، شنو فائدة انه تغتسل امامهم؟ ما في فائدة. اذا لابد انهما رأياها، والا لم يكن لوقوع هذا الفعل اي فائدة. يعني هذا مال فعل مال مجنون، مثلك انت شلون قاعد تتغاب الان، تتغاب عن تشرد عن الموضوع وتسوي نفسك غبي ما تفهم، لكن مو علينا هاي الشغلات. واضح؟ الان يقول قال القاضي عياض ظاهره انهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم. زين، سؤال، كيف هذا أخوها، هذا شلون المحرم؟ جاوبني يلا. يلا تمام. الآن هو قال لك القاضي عياط رح نجي معك، مع أنه ما في سند لكلامه، وكلامه هو ملزم به نفسه، ما يلزمني به، نحن نلتزم بالحديث اللي موجود بصحيح البخاري، وهذا الشرح كله ما موجود بصحيح البخاري، ما يهمني فهمك انت للقاضي عياض. الان قال انت الان يا سيد ميسم محارمك ايش يجوز تشوف منهم؟ هل تجوز انت تشوف اول مره انت العرش العرش ثم النقش، اثبت انه محرم، بعد ذلك اثبت له الحليه يا رجل. هو هذا اللي اريد اوصل اليه يا رجل، ارجوك لا تتغابه، انا اريد تثبت لي انه محرم، وبعد ذلك نشوفه ماذا يحل له وماذا لا يحل له. اثبت انه محرم هذا الرجل اولا. يا قال لك يرو اثنينتهم يروهم، تمام يا رجل الآن اثبت لي انه محرم، وبعد ذلك نشوف يحل له ان ينظر ام لا يحل له. تفضل اثبت لي انه محرم، يلا جاوب. ابو سلمه الراوي، ابو سلمه بن عبد الرحمن، اثبت لي بانه محرم لعائشه، تفضل. طيب سيد، الان ابو اديب، تستطيع ان تثبت انهما من محارم عائشة أو لا؟ أبو سلمة ابن أختها من رضاعة. يلا إيش؟ واقف سيد، لحظة. طيب أنت الآن أشكلت على السيد ميثم، قلت له أعطيني السنة. أيوة، خالته تكون خالته أم سلمة. يلا أبو سلمة هذا خالته تكون، تفضل أتكلم. شرح النووي موجود، شرح النووي. يلا اسمع اسمع، خلي أتكلم. أبو أبديد، أبو أبديد، يلا فتحت شرح النووي. ايه انا الان اسالك، يعني ما يلزمك. ماشي، انا الان اسمح لي، خل اتكلم معاك اخونا الله يرحم والدي. تفضل. الان انت الزمت السيد، قلت له اين السند من القاضي عياض الى عائشه، صح ولا لا؟ احسنت، صحيح. الان انت الان قلت انها محرم من كلام النووي، أين السند من النووي إلى عائشة؟ أحسنت. ليش الآن أخذت بكلام القاضي عياض؟ أحسنت. مع أنه ما له سند، وتترك الشرح الإمام النووي. تترك هذه حلو 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 حلو. لا أنا وياك ضد السيد ميثم، اسمع. إيه يلا. أنا وياك الآن عندنا حزب أنه ما نأخذ كلام الشراح إلا بسند، لأنه ما كان معهم، صح؟ يلا طعم. ايوه، اذا لم ناخذ بكلام الشراح انا وياك، واحنا ما ناخذ، اذا نلتزم بظاهر النص، لان النص في البخاري مسند والشرح غير مسند. المسند اسمع، المسند يقول دخلت انا واخوها، واضح؟ نعم.
احنا نعرف انه اخو عائشة منه محمد بن ابي بكر صح؟ نعم صحيح. مين اللي دخل هذا ومحمد بن ابي بكر ولا مين؟ ما هو ما هو مبين بالحديث من من احسن عبد الرحمن اي او عبد الرحمن عبد اسمع اذا ما دام عبد الله عبد عبد الرحمن عبد محمد ما نعرف اسمع. ما ذكر الحديث ما يخالف اذا بما انه ما ذكر احنا ما نعرف لكن نعرف انه هذا اخوها صح إيه ابو سلمة هو ابن اختها لحظه اذا اي كلام تاتي به رضاعه ما رضاعه ارضعت ما ارضعت هذا كلام ما عليه سند ولا علماءك عندهم سند اتفقنا هذا الامام النووي هو عالم عالم مسلم لا مو قلنا ما ناخذ لا 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 خليك وياي صريح إيه؟ احنا طيب اتفقنا انا الان الان يا حاج وعد انت ليش اخذت كلام القاضي ما اخذ بكلام أنا... النووي لا انا ما اخذ لا ابن حجر ولا انا احسن احسن بارك الله فيك اي شلون الان يبقى سؤال السيد بما أنه ما نأخذ لا من النووي ولا ابن حجر لأن لم يعيشوا الحالة الآن ما الذي أدراك من هو الشخص الآخر هو مذكور أبو سلمة يا أخي يقول دخلت أنا وأخوها يا ابن الحلال إيه أخوها من أخوها إيه والثاني مين اللي روى الحديث أبو سلمة إيه الشخص الآخر أخوها إيه أبو سلمة شو يصير من عائشة شو يقرب له أحسن طيب الآن لما دخل هذا الشخص الآن أنت نفيت الشرح الأحاديث لا القاضي عياض ولا الشرح النووي أحسن بص سيد وعد الآن معي أنت الآن حتى ما نخرج الموضوع دخل إيه؟ سيد ميثم وأخوها سيد ميثم شو يقرب لعائشة اللي هو أبو سلمة شو يقرب لعائشة إيه طيب أنت عندك دليل الآن يا حاج وعد أنت الآن عندك مثلا عندك مثل أم المؤمنين أو أم ودخلت أنت وصديقك معناته أنت شفت أو أم صديقك شفتها بعدين نجي شفت وما شفت بعدين ما له رأيك هذا ناري دخلت بالدار إيه أنا الآن صديقي أبادي الآن أنا وصديقي يدخل على بيتنا هناك انت وصديقك تدخلون على امك وتعلمكم الغسل يا حاج وعد هاي غير امي هاي ما هاي يا معلم انت فكني وفكني تدخلون على امهاتكم الله يرضى عليك بس اخواني لا لا ما عندي سؤال بعد لا لا قبلك ابو كريم ارجوك بس بعد هذا دائما بخاي يدخلون ابو كريم ارجوك هو يقول هو 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 أديب أبو أديب هذا أبو سلمة أبو سلمة إذا كانت أرضعته أم كلثوم وعائشة لحظة عائشة تكون خالته لماذا لم يقل دخلت أنا وخالي على خالتي عائشة ليش يقول دخلت انا واخو عائشه على عائشه يا اخوان بس لحظه اخواني انا راح اسالكم سؤال بلا سيد ميثم بلا ابو اديب بلا وعد الان بلا اي واحد اخواني انا الان اتصل بي شخص بالتليفون لا ارى ولا ارى قال لي حجي وعد شلون اغسل جنابه قلت له عمي صب لك ثلاث صبات ماء على راسك ثلاث صبات علمت الاخ المتشائم هو هذا بس عندي هو هذا سؤالي بس عندي نفس الباب في نفس الباب في نفس باب البخاري اسمعني جابر بن عبد الله جاءوا له اناس يقول هذا الحديث في البخاري هذا الشاشه تفضلوا انت شوف جابر ليش ما علمهم بالعمل ليش بالفعل ليش بالقول حجي هذا في البخاري هذا البخاري قال انه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه وعنده قوم فسالوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك ثم اما نافي ثوب طيب ليش جابر ما فرج شلون يعمل غسل الجنابه مو هذا رجل شنو استفادت الامه من عائشه تبين غسل الجنابه وما بتفاصيل الحديث اصلا ما بتفاصيل قالت نحو من صاع وهو كان من بيان الصاع وهذا جابر بنفس الباب بالبخاري يبين الحديث من غير فعل
يلا تفضل جاوب. طيب بس لحظة أخواني شغلة التليفون، خابروني بالتليفون، قالوا يا بشون نغسل الجناب، قلت لهم تضع صبة ما ثلاث صبات على راسك وعلى اليمين وكامل الجسد، قالوا لي في مال لا راحوا للحمام طبه وغسلوا، غير هي هاي أمها وهاي أبوها صح؟ يراد لها علم، خلّى كمل خلّى كمل لأن أم المؤمنين قول يا رسول الله كيف أنا خلي جاوب على سؤالي، ليش جابر عند الله ما رواهم بالحمام كما هي راوتهم؟ هذا رجل ليش ما ليش قالهم يكفيكم كذا؟ يلا بنفس باب البخاري أدران والله ترى هاي يعني حقيقة أنا هذا البرنامج راح يسوي بي سكر. هو الإنسان شو يستفاد من هذا الحديث في البخاري؟ ما في تفاصيل. أبو كريم اسمع، أدى الصحابة كانوا ينامون ويا نسوانهم لو لا ينامون، ما معقولة الصحابة غير فرخون فروخ ينامون، الصحابة مو كانوا ينامون ويا نسوانهم؟ نعم. زين من ينامون ما كانوا يغسلون؟ خو هذا يروح للصحابي يقول السلام عليكم شلون اغسل الجنابه وتقول ايش عجب اللي يروحون للبنيه؟ عجي الحديث مال عائشه ما بي تفاصيل، احنا شنو اللي استفادت الامه من موجوده بالبخاري؟ انا هذا سؤالي ما في تفاصيل. المصيبه اخواني، المصيبه الكبرى والمعلومه المهمه جدا اخواني، ام كلثوم اللي قال انها ارضعته ولدت في وفاه سنه وفاه ابي بكر عام 13 للهجره، ابو سلمة بن عبد الرحمن ولد سنه 22، يعني متى ارضعته؟ عمرها 9 سنوات، شلون ارضعته؟ جوز حمل حجي رحمه والديك دقيقه بس ثواني حجي بسرعه اي شوف حجي، البخاري تلعب بهذا الحديث، البخاري ما دلس قال دخلت انا واخو عائشه على عائشة، صحيح مسلم دخلت على عائشة أنا وأخوه من الرضاعة.